فضيلة الشيخ، ما الحكم في من حج متمتعا وذهب إلى جدة لمدة يوم أو يومين بعد أن أدى العمرة وتحلل منها وعاد في اليوم الثامن إلى منى؟ لا بأس بذلك، إذا أدى العمرة وراح الجدة أو إلى الطائف أو إلى أي مكان ثم جاء وأحرم بالحج لا مانع من ذلك، وهو متمتع لا يزال متمتعا، ما لم يرجع إلى بلده فهو متمتع. نعم.